برنامج شامل من الجمعة جوج ثلاثة ونص مع حسن الشاف على شد اف ام. السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج برلمان الشام مباشرة على شدة. تحية لكل من تتابعنا، تحية لمغاربة العالم اللي تتابعونا على موقعنا الرسمي www.shadafm.net. مرحبا بالجميع على بركة الله. بداية أسبوع موفقة نتمناها لكل من يسمع لنا. في بداية هذه الحلقة غادي نمشي وغادي نتواصلوا إن شاء الله مع عبد الرزاق، ولكن عبد الرزاق نتواصل معه، هو حرفي بدار الدباغ بمراكش. كاين مشاكل تعيشوها الحرفيين. احنا غادي نسلطوا الضوء على دار الدباغ، على الجلد، وحنا تنعرفوا قيمة الجلد في مدينة مراكش، وغادي نسلطوا معه ونعرفوا من خلاله المشاكل والإرهاصات اللي تعيشوها الحرفيين بصفة عامة، وخاصة دار الدباغ مع الغلاء. حسب ما قال، الغلاء ديال الجلد، أو ماشي ديال الجلد، ديال هذيك الصباغة اللي دايرة، قال لك 11000 ريال الخنشة. على أين غادي نعرفوا معاه التفاصيل ونعرفوا ما معاناتهم باش نكشفوا الغطاء ونسلطوا بعضا من الضوء على الـ 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 على الحرفي ديال الصناعة التقليدية، ذلك الرجل ولا تلك المرأة اللي مخبي وسط شي سوق، ومخبي وسط شي سوق بلدي، ولا في شي جبل، في شي جماعة، في شي قرية نائية، يبدع أنامل تبدع، تدير شي حاجة اللي هي استثنائية، ولكن للأسف الشديد يعيش الإهمال ويعيش نوع من الإقصاء، وبغى اللي يدفع به قليل اللي تلقى اللي يدفع به، ولا للقى اللي يدفع به تلقى العراقل في المسار دياله. تتعرفوا بأن الملك يولي أهمية كبيرة للصناعة التقليدية المغربية، موروث ثقافي مغربي يجب الحفاظ عليه ولا يجب أن يندثر أبدا أبدا أبدا. هذه مسؤولية ديال الجميع، مسؤولية المسؤولين، ومسؤولية الإعلام، ومسؤولية المجتمع المدني، ومسؤولية حتى المغاربة يكونوا ديك ليون اللي ياخدوا ويشريوا ذاك المنتوج التقليدي. هكذا غادي نديروا واحد الانتعاش لذلك الصانع التقليدي، لأنه يحتضر اللي تيصوب الطاجين، نعاونوه احنا كغرف مهنية وكغرف حرفية، وحنا كمستهلكين ومغاربة، نعاونوا نشريوا الطاجين. علاش ما نشريش الطاجين؟ علاش ما نشريش الطاجين نطيب فيه؟ علاش ما نشريش ثلاثة، واحد صغير، واحد ميان، واحد كبير، ونحطهم في الدار؟ واخا ما نقدر ما نستعملوش بثلاثة، ولكن نشريهم ونحطهم في الدار، لأنه هذاك الصانع التقليدي راه غادي نعاونه على زمانه، وتنحافظ على واحد الموروث ثقافي مغربي ضرب في التاريخ أو ضارب في أعماق التاريخ المغربي. علاش المنتوج ديالنا ينداتر؟ علاش المنتوج ديالنا، الهوية ديالنا، راه الطاجين راه هوية مغربية، راه البلغارة هوية مغربية، راه الجلابة راه هوية مغربية، راه القفطان راه هوية مغربية، راه الطرز راه هوية مغربية. علاش هاد الأمور تندثر؟ علاش الهوية المغربية؟ علاش ما نعاونوش أننا نكونوا إيجابيين في الرفع والدفع بقاطرة الصناعة التقليدية في المغرب؟ علاش يجي صانع تقليدي بحال دابا حنا غادي نتواصلوا مع عبد الرزاق بعد قليل، علاش يجي صانع مغربي ويقول لك راه حنا نعاني، راه الصباغة ديال الجلد في دار الدباغ هذا، راه المعاناة راه غالية علينا، راه ما بقيناش نسلكوها إلى آخره. علاش الدولة وكل شيء وأي واحد يساهم في أن الصناعة التقليدية تزيد قدام عباد الله؟ الشربيل راه هوية مغربية، الشربيل راه هوية مغربية، البلغة راه هوية مغربية، الطرز راه هوية مغربية، القفطان والجلابة راه هوية مغربية، راه الجلد داك الساك ديال الجلد ولا أي حاجة تتصوب من الجلد راه هوية مغربية. علاش؟ ما فهمش. علاش راه الهوية المغربية عباد الله، راه الهوية المغربية، راه الموروث الثقافي، راه خصنا نحافظوا عليه، خصنا نتقاتلوا عليه،
راه المسؤولين من جهه في الصناعه التقليديه ووزاره الصناعه الوزاره المكلفه بالصناعه التقليديه والغرف المهنيه والمجتمع المدني راه كل شيء، وانت يا المغربي الكونسوماتور راه انت تقدر تمشي تشري صباط ديال ماركه ايطاليه وتشري ب 40000 ريال وما عندكش مشكل، تشري ب 40000 ريال وما عندكش مشكل، وتشري ب 60000 ريال وما عندكش مشكل، باش لانك شاري واحد لا مارك عالميه ايطاليه باش الناس ولا اصحابك يشوفوك لابس صباط ديال هاد الماركه الايطاليه العالميه الى اخره، وما عندكش مشكل وتتمشي تحط 60000 ريال في ديك لابوتيك ديك الماركه، وشكون اللي تعيش بديك الماركه هي هذيك الماركه اللي كاينه في ايطاليا او في فرنسا او في الانجليز او في غيرها، وملي تتبغي وتتمشي تدور تضل دور في مراكش وتقدر ترجع في حالاتك ما تشري حتى بلغه دايره مع 60 درهم ولا 70 درهم ولا 80 درهم وما تشريش، شاري صباط في شي متجر ديال الماركه عالميه ب 40 60 الف ريال 80 140 160 الف ريال، وتتمشي تتبقى تدور في مراكش النهار كامل 24 ساعه وتترجع في حالاتك وما تشري حتى بلغه ب 70 درهم، وانت خصك تعرف بانه شري ديك البلغه صاحبي اشريها ما تلبسهاش، شريها وحطها عندك في الدار، شريها وعطيها للجارديني عندك، شريها وعطيها لشي طباخ عندك، ما تلبسهاش انت، الا كنتي انت تلبسها 40 و 60 الف ريال والفوق شريها وعطيها لشي واحد، لان هذيك البلغه الا شريتيها وشراها الاخر راه هذاك الصانع التقليدي راه تيوكل خمسه نفوس ولا سته تيوكلها بديك البلغه اللي غتشري من عنده، الا خليتيه يتشمش بها كنديرو تنزيدو بهذا الصانع التقليدي، راه اليوم غدا اليوم غدا غادي يقلب حتى هو، تتبان ليه البلغه ما مسلكاش يقلب يدير الصبابط ديال برا ولا يدير شي حاجه ولا يدير البال ولا حتى هو يشوف اشنو يدير ولا يدير الماكله ولا يدير صافي يقول لك لا يقلب هذه الهويه المغربيه وهذه الصناعه التقليديه 80 قانا نتشمش 48 ساعه باش نبيع بلغه ب 60 درهم. نعاونوا هذا الصانع التقليدي الله يخليكم، نعاونوه، انا احب الصناعه التقليديه، اعشق شي حاجه سميتها الصناعه التقليديه، طواب اللي بالعود ومنقوشين بالعود وبالعرعار وبداك الشيء والعاج انا اعشق هاد الامور هذه، اعشقها اعشق هاد المد اللي تيتصب بالجلد وتيبان ليا فيه الابداع ديال الصانع المغربي، مفخري ليا افتخر بها، تنفتخر بها، تنفتخر لانها صنع مغربي made in Morocco، افتخر بها. ويتلاقى معايا شي الماني ويتلاقى معايا شي انجليزي ويتلاقى معايا شي امريكاني ويتلاقى معايا شي جابوني ويتلاقى معايا شي شينوي ويقول لي واو هادشي زوين وفيري نايس واو بيوتيفول، نقول لي هادي راه ميد ان مروكو، نقولها لي وهكذا وانا افتخر. ولكن للاسف الشديد السوق الغربيه في المغرب منتعشه جدا، والسوق المغربيه في المغرب مقتوله، حيت الكونسوماتور لا بليبار ما تنقولش كلشي غادي مع المظاهر، غادي مع لا مارك، هو خصو يلبس واحد الماركه بلا ما نقولوا السميات، خصو يلبس واحد الماركه وواحد الماركه شحال تدير ما كاينه العافيه، 60000 ريال 80000 ريال، وذلك المغربي الفقير البسيط الذي اللي تيخرج من صبيعته الذهب تنخليه يتشمش. كل واحد يسول راسو شحال مره مشيتي لاسفي، شحال مره مشيتي لاسفي، شحال نجي نسول شي مغربي السلام عليكم، وعليكم السلام، شحال مره مشيتي اخويا لاسفي، مشيت ليها دابا اش غادي نقول لك، لا في حياتك كامله، حياتي كامله مشيت ليها شي خمسه المرات، نشدوها شي واحد عنده ديال 30 عام 34 عام، شحال مره مشيت ليها شي خمسه المرات وهذا، وممكن جدا جدا نسولو واش عمرك شريتي منها طاجين يقول لك لا، كليت فيها شويه طاجين لا ما شريتوش، عمرك شريتي فيها شي مجمر زوين مصوب بالفخار لا، عمرك شريتي شي حاجه ديال الفخار، واحد النهار كان شريت واحد اللعيبه في واحد الفخار واحد طبيسي صغير في واحد زواقه زوينه دايره شي 20 درهم 20 درهم صافي، عاونتي الصانع المغربي. صناعه الفخار في اسفي تحتضر، صناعه الجلد في مراكش تحتضر، صناعه النقره في تيزنيت تحتضر، ايوا هاد الموروث الثقافي امتى غادي كيفاش نرفعوا بها عباد الله، كيفاش
كيفاش الا كان الكونسوماتور تمشي تقلب ليا على لي مارك ديال الطاليان وديال فرنسا وديال الانجليز وهذا وفقط واخا يحط فيها 60000 ريال 80000 ريال ما عندوش مشكل، كيفاش غادي نديرو تنزيدو بهاد الصانع التقليدي؟ كيفاش الدعم خصو يكون قوي ديال الدوله؟ الكونسوماتور خصو يمشي لهاد الناس هادو ديال الصناعه التقليديه، راه تيتعذبوا، راه باش ينقش لك واحد متر ديال العود راه تيبقى محني عليها مسكين وظهرو مقوس وعينو تتحفى لمده تقريبا 24 ساعه 48 ساعه باش ينقش لك متر ديال العود، وفي الاخر تندوزو ككليان وعاد تطل عليها وتتمشي ولا تاخذ حدايا سيلفي وتمشي في حالاتك، ولا تقول عندك تقول واه تبارك الله تبارك الله عليك الشريف والله العظيم الا تبارك الله عليك، واشري تشري يا صاحبي، وتنقول لك شري احطها وشري شري شري، راه الناس يحتضرون، شري راه الحرفيين التقليديين راه تيموتوا، اشري يا صاحبي شري. انتم غادي تسمعوا على ودنيكم سي عبد الرزاق. يا جدي السلام عليكم، كي داير؟ وعليكم السلام ورحمه الله، الله يكرمك سي عبد الرزاق اخويا، طفي داك الراديو حداك وسمعنا من التليفون. اييه مرحبا، الله يكبر بيك. مرحبا سيدي اللهجه المراكشيه والضيافه المراكشيه والكرم المراكشي، الله يكبر بيك، والله لا تستاهل كل الخير، الله يكبر بيك اخويا عبد الرزاق، الله العظيم الله يخلي لك وليداتك ويحفظك. امين يا ربي، امين امين، الله يخلي لك وليداتك ويحفظك، راه محبوب عند المغاربه مجموعين. الله يحفظك اخويا عبد الرزاق، انا محبوب عند المغاربه مجموعين، انت شتيني راك انت تلقى ما تنطلقش البرنامج ديالك. الله يحفظك، الله يكبر بيك، هذا شرف ليا. انا تنحب الصراحه وعايشين في الصراحه الحمد لله. الحمد لله، قول لي يا عبد الرزاق، انت حرفي انت حرفي في دار الدباغ؟ إيه انا حرفي ابن عنجد في دار الدباغ في مراكش. اييه انا جدا خدمت هذه الحرفه. جداك؟ ايه جدا الله يرحمها خدمت هذه الحرفه. اشنو تدير بالضبط في دار الدباغ انت يا عبد الرزاق؟ انا خدام تنخدم تندبغ الجلد، تنشري خانز وتندبغو. نعم تدبغو. أيه. مزيان. أيه. دابا انتوما عندكم مشكل حسب ما حكيتي لي بانه كاين مشكل في دار الدباغ. ايه اشنو المشكل؟ شي 11000 ريال الخنشا شي حاجه بحال هكا، الامور غلات. ايه انا غادي نعاود نعطيك الامور بالتفصيل ان شاء الله. يلا قول لي. بسم الصانع التقليدي مسكين تيوصل واحد 50 سنه ولا 55 عام هنا. نعم هنا في الحرفه، الا ما عندوش شي وليدات تيعينوا به تيولي تيطلب مسكي كاع، تيولي تيطلب عقاش الحرفه معتمده على الصحه. نعم هاد الدباغ الدباغ تيبغي شويه الصحه، دابا حرفه الصحه هادي. ملا ما عندو شي وليدات اللي تيعناو به وكذا مسكين تيبعد ما حلو تيولي تيطلب مسكين تيولي. هنا خصنا الدوله تجي دير لنا ضمان اجتماعي هنا في الحرفه، تجي تشوفنا مثل في الماء في السمراء وفي البرد والروماتيز في الناس، واحد الحاله يرد ما شاء الله. لا اله الا ما شاء الله، الناس مكرفصه واحد كرفوسه خايبه هنا في الحرفه. لا اله الا الله. نعم مكرفصه الناس واحد كرفوس ما تجي الناس تشوف، تجي الدوله يشوفوا الناس فين تيعيشوا فين تيميتوا. قول لنا قول لنا قول لنا اخويا عبد الرزاق كيفاش يعيشوا الناس؟ قول لنا دابا هذا الصانع التقليدي في دار الدباغ كيفاش يعيش؟ تيعيش مسكين تيشري واحد البيضه وتيتسناها 3 شهور 4 شهور باش يبيعها. 3 شهور تتقعد عنده ولا 4 شهور وهي قاعده عنده باش يبيعها. باش يبيعها. وهذيك 3 شهور شنو تياكل فيها؟ تياكل داك الشيء سبحان الله قاسم الهي صافي، هي البركه الله تعالى اللي كاينه. لا اله الا الله، واخا. البركه مولانا اللي كاينه. واخا عبد الرزاق بقى معايا، غادي عندنا واحد الفاصل غادي نديرو غادي نرجعو نكملو معاك عبد الرزاق المعاناه ديال الحرفيين التقليديين بدار الدباغ بمراكش، وقيس على ذلك ماشي مراكش بوحده، وقيس على ذلك الصناع التقليديين والحرفيين التقليديين في كل مناطق المغرب. كنا سلطنا الضوء في اكادير المعاناه وراكم سمعتوا المهنيين شنو قالوا، الناس بداو تبيعوا المحلات ديالهم الى اخره. المهم غادي نرجعوا، هذه في اعارضه كاينه في المجتمع المغربي، راه حرام اننا نهمشوها ونحطوها في الهامش، حرام. كاينه وزاره وصيه وانتهى الكلام، كاين غرف مهنيه وانتهى الكلام، كاين مجلس المستشارين في تمثيليه ديال الغرم وانتهى الكلام، كاين مجتمع مدني وانتهى الكلام، كاين الفلوس وانتهى الكلام. والاكثر من ذلك شنو كاين؟ راه كاينه عنايه ملكيه بالصناعه التقليديه، وانا مشيت لمراكش وشفت
كل الاشياء اللي باشر جلاله الملك وعطى الانطلاقه ديالو وشاف داك الشيء رائع اللي دار داك الشيء ديال الارتيزانا. ونواصل مع السي عبد الرزاق اللي هو حرفي في دار الدباغ بمراكش. بعد ما يعني كنا في مراكش وكانت زياره يوم السبت، كانت زياره عمل الى مدينه مراكش، واستغلينا الفرصه باش نمشيو نشوفو ندورو شويه ونشوفو هذاك المشروع ديال التهيئه ديال الاسواق التقليديه، ويدار لهم داك الارتيزان ديال العود، وداك الشيء زوين بالفعل، داك الشيء رائع نقي، تنقات الدنيا، تقدات الامور، زوين داك الشيء صراحه. وتنتمنوا الاستمرار، الاستمرار مراكش تتأنق حقيقه، وتنتمنوا الاستمرار وما توقفش الامور وما تكونش الامور مختصره في الواجهه. انت لا لا درتي في مراكش وفي الشوارع والنافورات والجراديه سلام، ولكن دخل داخل بحال دخلت انا لواحد الدرب، ولكن لقيت الاشغال واحد الدرب دخلت ليه سميتو، المهم على اي قريت البلاكه لقيتو سوق الدجاج شندون، ساحه سوق الدجاج شندون، المهم غادي نتاكد من عبد الرزاق واش سوق الدجاج. دخلت لذاك الدرب كاين عمليه ترميم دوك المنازل اللي قايله السقوط اللي قديمه، فعلا لقيت الخدمه يعني كما تنقولوا بالدارجه نايضه، باركين الناس يرموا كل الشغال مزيان، حتى هذوك المباني حتى هذوك الاحياء الفقيره ملي تحس داك الفقير وسط واحد الحي ورا السور الى اخره ما جاش في الواجهه ديال مدينه مراكش، وتيشوف بان يد الدوله وصلاته بالعنايه، راه تيفرح وراه تيحس بالانتماء ديالو للمغرب. جميل جدا، ولكن كاين اشياء، كاين النصف الفارغ من الكأس في مدينة مراكش لابد أن نقف عليه. من بين الأشياء في النصف الفارغ هذه القضية ديال الحرفيين، وإحنا تنتكلم مع السي عبد الرزاق حرفي أبن عن جد في دار الدباغ. نواصلوا مع السي عبد الرزاق. السي عبد الرزاق ألو سيدي. يلا سيدي نكملوا معك. إيه وطفي ذاك الراديو عافاك واسمع لنا من البورتابل. إيه الله يكرمك. الله يلا نواصلوا معك. اذا قلت لك كاينه واحد المساله اللي هي دروكا صعيبه وعويصه تعيشها الصناعي مسكين. مرحبا قول لنا. هو هاد الخمسه ديال التباغ نعم فيها 40 كيلو ب 11000 ريال غاليه. 11000 ريال التباغ جمع شحال من خمسه الدقيق بتعطيك هذاك شحال 11000 ريال شحال من خمسه بنيتي الواد ديال الدقيق. وهذا التباغ ب 11000 ريال ما باقيش خلال الصناعي مسكين لا ما شاء الله واحد. واخا انا 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 بغينا هاد الخنشبه اشنو فيها؟ عامره بالجلد ولا باش عامره؟ لا عامره بالدباغ ميموزه. الدباغ ديك الصباغه. الدباغ باش تندبغوا الجلد، هذا الفينيسيون ديال هي سميتها دار الدباغ مبنيه على الدباغ. اييه كتسمع دار الدباغ مبنيه على الدباغ. هذا الدباغ هو صباغه ولا شنو هو؟ لا الدباغ هو اللي تيعطينا داك الكولور ديال الجلد، داك المارو اللي شتي داك الكولور اللي تيعطينا ديال الجلد. ها نعم هذاك هو اللي تيفيني لنا حنا الجلد. ها نعم. شحال دابا الخنشه؟ 11000 ريال. 11000 ريال. وكاينين محتكرين اللي تيحتكروا لنا هذا الدباغ هذا. وعلاش واش نعيشوا كاع 11000 ريال غاليه ما تتسلككمش؟ لا كان ب 80 درهم تصور، ب 80 درهم حتى 11000. شحال هذه الخنشه كانت ب 80 درهم؟ انا عقدت عليها ب 1600 ريال الخنشه. واش وقع حتى وصلت ل 11000 ريال؟ كاين حتى نقول كاين الاحتكار ديالنا، تيمشيو يشريو الدباغ من الغابات وتيعاودوا يبيعوا فيه. خص الدوله ما باقيش تبيع لهذوك الناس، تبيع للحرفيين، تجي تبيع عند الحرفيين. الدوله خصها تدخل في هذا النطاق هذا. الدوله تنبغيو حنا الدوله هي تحمينا. ودابا انتم الا شريتوا في نطاق الدباغ، دابا انتم الا شريتوا ب 11000 ريال ايه ودبغتو بشحال تشريو؟ بشحال تبيعو؟ حنا ديك الزيدة تصور تقعد عندي 3 شهور تندي فيها 50 درهم. اه شنيا اللي شنيا خنشة؟ لا قلت لك الزيدة تقعد عندي 3 شهور و 4 شهور. اه وتنشريها ب 5000 ونصير عليها 6000 أخرى ما شاء الله. داكشي البركة قلت لك كبيرة، قلت لك البركة راه هي. دابا انت الجلدة تتشريها تتبقى عندك 3 شهور باش تبيعها تتربح فيها. الشتوى تبقى كاينة الجلدة اللي تبقى عندي 5 شهور في هاد الشتوى. تنهضر على البقري. على البقري. ايه وشحال تتربح فيها؟ 50 درهم. 50 درهم. 50 درهم في 5 شهور.
60 درهم. ايوا راه وضع متأزم هذا. وضع صعيب. وكاينين ومراكش فيها بزاف ديال الفئات اللي خدامه في هذه الصناعه التقليديه، سواء الجلد سواء العود سواء الوفات. العائله تهزها الصناعه، الوفات. حنا هزين اقتصاد السياحه في البلاد بطبيعه الحال، لان السائح ملي تيجي لمراكش اقتصاد السياحه في البلاد تياكلوا منا البزريه، وياكل منا كل شيء، تياكل منا حنايا، تياكل منا والي المواد، ياكل منا البزريه، ياكل منا كل شيء تياكل منا حنايا. وحنا هما اللي خصنا ناكلوا، حنا هما اللي خصنا نتقاتوا بهذيك البركه ناكلها حتى نخدموا الحلال المطيب. وقيل دابا غادي يحييك الحي ان شاء الله. ان شاء الله غادي يحييك الحي، وغادي نجي وغادي نوريك فين تنخدموا، ونوريك المآسات اللي تنعيشوا. ضروري نجيو نديروا دوره في دار الدباغ، لان نهار السبت كانت عندنا عير زياره خاطفه ديال الخدمه، واستغلينا الفرصه. مرحبا و 6000 مرحبا. الله يكبر بيك عبد الرزاق. مرحبا بكم. ودابا 6000 القام كله مرحبا به. الله يكبر بيك. اهل الكرم والجود. قال المغاربه والمراكشيين وكل شيء اهل الكرم، الحمد لله. الله يبارك فيك. انتم والله الا نورتونا بهذه الاذاعه. العفو هذا واجب اخويا. مرحبا مرحبا. الله يا سيدي الله يدعي معكم الناس. امين. هي دابا الصانع التقليدي راه ماشي غير الدباغ والجدره، وقيل كاع الصانع التقليدي اللي تنقش في العود، اللي تلحم في النحاس، اللي تلحم في الحديد، اللي تلحم في القصدير، وقيل كل شيء دابا تجمع في قفه واحده، كل شيء تعاني. كلشي انما صنعت الدباغه بخصوص الدباغه، من بعد عندها الصحه والصبر. هكذا كي وصل الانسان 55 60 وما عندوش وليدات اللي يعينوا به، مسكين مشى تلاحف، ما صافي ما تيطلب، يبدا يسعى في الجوامع وفي الزناقي. تيبدا تيسعى مسكين. لا اله الا الله. حنا بنا ضمان اجتماعي للصناعه، راه كاين حنا في التطور. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. راه عطانا تطورات، عطانا خصنا نهضروا وخصنا نتكلموا بواب مفتوحه، وخاص المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم. هما يتحملوا مسؤوليتهم. الا كان شي دعم ولا كاين شي دفاع ولا كاين شي، هما جلاله الملك لا ترى الله عطانا الانفتاح، عطانا فين ندخلوا فين نخرجوا، بحالنا بحال الوزير بحالي بحال الوزير بحال المستشار بحال مواطنين المغاربه كلهم مواطنين. نعم. حنا خصنا ضمان اجتماعي لهاد الناس. حنا كنتمناو حنا الناس الاجيال اللي جايه في هذه الحرف، هذه الحرفه تلقى ضمان اجتماعي، تلقى تغطيه صحيه، تلقى عده مسائل في هذه الصناعه، قاعده صناعه خطيره وخطيره جدا. هذه راه الهويه ديال المغرب. الهويه الصناعه غادي في الهويه وصافي. واخا شكرا. سي عبد الرزاق قبل ما نقطع معاك باغي نسولك، داوني رجليا في مراكش، داوني لواحد الساحه سميتها ساحه وقيله ساحه سوق الدجاج، واش كاينه ياك؟ كاينه ساحه سوق؟ كاينه في جهه السمارين. راه مشيت ليها، راه داوني رجليا تما تندور. كاينه في جهه السمارين. باغي نشوف الوضع والناس كيفاش عايشين. هذاك حي فقير ياك؟ لا، هذاك حي فيه البازريه هذاك. البوفريه. لا، فيه البازريه، ناس جاو البازار تيبيعوا ويشريوا تمايا، كاين واحد السوق كبير ياك. وبانوا لي لا، كاين واحد، كاين شي محلات قلال، ولكن الاغلبيه ديور، وبانوا لي تيرموا الديور تيقادوهم. كاع مراكش دخلت مراكش كلها، والله ينصر سيدنا. مزيان، هذا الشيء شفتو بعيني، الشيء شفتو بعيني. من سيدنا الله ينصر ويحجبو. جميل جميل. الله ينصرو من هذا المنبر هذا. امين امين. شكرا. شكرا لك. شكرا على وجهك. وباقي غادي نجيو لدار الدباغ ونشوفوا الوضع كيفاش يعيشوا الناس. بابي. الله يحفظك، الله يكرمك. بابك العماشي. الله يعينكم السي عبد الرزاق. الله يكرمك. شكرا 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 عبد الرزاق. شكرا. والرساله نفتحها ونوجهها الى المسؤولين باش يكون الاهتمام الكبير بالصانع التقليدي فين ما كان. لابد لابد ثم لابد، كاين شي دعم، كاين تغطيه صحيه، كاع هادشي يدار باش في اخر الزمان ماشي هو تيخرج الذهب من يدو في الاخر يخرج يسعى في الزناقي. ماشي واحد الحرفه وواحد المهنة تقليديه اللي عطاها عمرو عطاها صحته عطاها شبابه في الاخر ما تنصفوش وتظلمو في الاخر. لان الانسان ملي تيشوف راسو بانه تيدوز واحد الحرفه 30 عام وفي الاخر غادي يولي يسعى في الزنقه، فتيقول لك بالناقص نمشي ندير شي حاجه اخرى انا اللي فيها طرفه الخبز. وملي تتمشي الحرفه التقليديه على هاد السائح الاجنبي ملي تيجي لمراكش،
غادي يمشي يريح لي في لي فرانشيز، راه ما يريحش في لي فرانشيز، ما يمشيش يريح بلا ما نقول الاسماء، ما يمشيش يريح ياكل في ماركه معروفه عالميا، ما يمشيش يجلس في شي قهوه في شي ماركه. هذاك الشيء خلاه في الانجليز، داك الشيء راه الصباح والعشيه ومع الظهر ومع الربعه ومع السته ومع الثمانيه ومع الخمسه الصباح ومن ورا تيشوفوا يوميا. هو جا لمراكش وجا لاكادير وجا للدار البيضاء وجا لتيزنيت وجا العيده وغيرها، جا باش يشوف ذلك الصناعه، تلك الصناعه التقليديه، ما يشوف ديك الابداع ديال 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 الصانع المغربي، بغى يشوفه نوفروا ليه، وباش نوفروا ليه خصنا نحافظوا عليه، وباش نحافظوا عليه خصنا ندعموا داك الصانع التقليدي. على على في نظركم اش باغي سائح اجنبي خلى بلا ما نقول سميات، خلى غروند سيرفاس ديال التجاره في لندن ولا في باري ولا في اي منطقه في اي مدينه في نيويورك، خلى لي غروند سيرفاس، خلى لي مارك الواعري لا في اللبس لا في الماكله لا هذا، داك الشيء خلاه تما. جا هو بغى يشوف الطنجريه الطنجيه عفوا، جا بغى يشوف الطنجيه وبغى يشوف اتاي بالبراد وبغى يشوف اتاي تتعمر والبوطه حداه المجمر حداه، بغى يشوف الجلابه، بغى يشوف التربيعه ديال المغاربه، جا بغى يشوف هذا الشيء. ماشي عيب في هذا الشيء، هذه تقاليدنا ما فيهاش العيب، تقاليدنا ونفتخر بها. السائح الاجنبي مرحبا به، بغى يشوفنا كمغاربه بتقليدينا ها نعطيه، وبغى يشوفنا كحداثيين عطى الله العمارات اللي مبنيه بالجاج، عطى الله الابراج ناطحه هاد السحاب، عطى الله هاد تي جي في ها الترامواي ها المطارات، عطى الله لا بغى شي يجي يشوف الحداثه. ولكن هو جا في الاصل لان هاد الحداثه اللي غادي نبغيو نفتخروا بها على الاجنبي، داك الاجنبي راه خلاها وقطع الاف الكيلومترات باش يشوف واحد تعمر اتيف مجمر. راه خصنا نفهموا هاد الشيء، راه خصنا نوعاو. انا للاسف اقول علاش مثلا كاجتهاد خاص نقدر نكون عم سطي، مهم نقولها، علاش مثلا محطات القطار والمطارات، علاش عباد الله ما قليل فين تلمسوا ديال لي كوتوم ديالنا في هاد الواجهات؟ علاش في الموانئ اي حاجه ممكن تدخل لي اجنبي للبلاد، علاش عباد الله مع الدخله ما نديرش لي واحد الناس يعمروا اتاي بالمجمر وداك الشيء زوين والبخور؟ علاش علاش ما نديرهاش في المطارات؟ علاش واش ملي تدخل المطار اش تلقى؟ تلقى لي مارك العالميين. واش دابا ما فهمتش؟ راه لي مارك العالميه راه خلاها تم، راه جايك من باري بلاص لي مارك، تيجي المطار ديال كازابلانكا ولا غيره وتلقى دوك لي مارك اللي خلاهم في باري، وتلقى الدروج اللي خلاهم في باري، وتلقى الجاج اللي خلاه في باري، وتلقى الطابي اللي خلاها في باري، وتلقى كل شيء. اشي ما تنقولش ما يكونش، تكون واحد النوع ديال الرفاهيه في المطارات صحيح، ولكن علاش من ما نديروش لي ديالنا حنا المغاربه الهويه المغربيه مع الدخله؟ انت راك في المغرب، تعرف راسك في المغرب، راه تقدر تغمض الواحد عينو وتركبو في طياره من لندن وديو تحطو في شي مطار بحال شي مطار مقاد ولا شي محطه مقاده بحال ديال مراكش ولا هذا، وتحلي عينو غادي يبانوا ليه دوك السلالم الكهربائيه، وغادي يبان ليه غادي يبانوا ليه الفيترينات الواعرات ولي مارك الخطيره الغاليه ديال الروايح ديال الصباط وديال الحوايج وما عرف شنو، غادي يبان ليه يقول واش انا خرجت من اوروبا ولا باقي؟ راك في المغرب، راه قطعتي لوروب وقطعتي البحر وراه تحطيتي في بلد عنده تقاليد اخرى المغرب، ولكن ما يدل على ذلك، فينا هو ما يدل على ذلك؟ ما كاينش. علاش انا بحال هكا المطارات نشجعوا الصناعه التقليديه، لا من ناحيه النقش لا من ناحيه الجلسه لا من ناحيه نديروا هذوك اللي تعمروا اتاي ونخلصوهم وماشي مشكل، كاين البيدجي كاين الفلوس ونخلصوهم بديك الجلابيه الزويونه وداك الطربوش الاحمر وحاط اتاي وحاط الصينيه وداك الشيء بالنحاس ورائع جدا، مع الدخله يشوف هاد الامور هادي ومع الدخله. علاش علاش ما نديروش بحال هكا؟ علاش ما يكونش عندنا البصمه القويه ديال الصناعه التقليديه في المحطات وفي المطارات وفي الموانئ؟ علاش علاش؟ ومنها تنديروا واحد الرواج للصناعه التقليديه من الدخله،
ومنا تنديروا لي واحد دليل ديال السائح وتعرف وتمشي راه علاش ما نديروش في مطار ولي ستوند الدوله تكلف وتكري ولا شوف ودير لي ستوند ديال الصناعه التقليديه هذا ديال الشربيل وهذا ديال الحنه وما عرفت شنو هو وهذا ديال العود والنقش والعرعار وشي حاجه زوينه علاش يدور على اليمين يلقى ماركه ديال الريحه عالميه ويدور على اليسار يلقى ماركه ديال الحوايج عالميه وداك الشيء خلاه هو في لندن وخلاه في باريس وخلاه على اي مهم كاقتراح للمساهمه في تطور الصناعه التقليديه المغربيه اللي تنعتبرها انها واحده من الهويه ديال المغاربه هويتنا وللاسف الشديد راه هاد الامور راه غدا وتتنضاتر راه حذاري هاد الامور راه غدا وتتنضاتر راه حتى البيت المغربي راه بداو دوك التقاليد تمشيو لا الهضره اللي ورثنا على جدودنا بدات تمشي لا طريقة اللبس لا طريقة الكلام لا طريقة الجلسة لا طريقة كل شيء بدأ تيمشي احذروا راه غدا ولا بعد غدا غادي نكونوا مغرب ولكن أين هويتنا ما عندناش هويتنا احنا تمغربيت ما كيناش والمنتوج السياحي راه يعتمد على الهوية المحلية المنتوج السياحي نتفق راكين كاين الطبيعه وكاين الشلالات والوديان والبحر وهذا الشيء والمآثر التاريخيه الحمد لله المغرب يسخر بهذا يزخر بهذه الامور كامله ولكن حتى الهويه في الصناعه التقليديه في طريقه اللبس في الجلسه في بزاف ديال الامور خاصنا نحافظوا عليها وبقوه كاين عنايه ملكيه بالصناعه التقليديه والصانع التقليدي في المغرب تنتمنى كل واحد يتحمل مسؤوليته وهاد العناية تجسد على أرض الواقع الحمد لله ملي مشينا درنا في مراكش نهار السبت وشفنا شي أمور وشفنا السواقات اللي دار لهم داك بحال المشاربي وداك الشيء رائع زوين عجبني داك الشيء نقي زوين واحد السوق تتعشق تبقى تدور فيه عرفتي تدخل تتشم الجلد تدخل تتشم العود تزيد واحد شوية تتشم العرعار تزيد واحد شوية تتشم الخزامة والعطرية وداك الشيء يا الله والله العظيم وعرفتي عامر بالسياح الاجانب بزاف وزوين داكشي رائع والله انا مغربي وعارف تقاليدي واغرمت بذلك السوق ملي تقاد ودار لي داك العود وداكشي وكانت العنايه الملكيه علي عجبني بزاف اما السياح والله العظيم الى منبهرين اشد انبهار تيهز راسه للسما تيشوف العود منقوش تيدور على اليمين العود منقوش تيدور على اليسار العود منقوش تيشوف في الحانوت خارجه من عنده الريحه ديال العطريه هالخزامه هالحنه هادي وداك الشيء محطوط مصفف بواحد الطريقه تقليديه تيدور على اليسر الجلد والدباغ تيدور على اليمين اخر الثاني هالعود منقوش وواحد شاد واحد القصديره وبارك يلحم فيها وينقش فيها وتيوقف تيصور معاه وتتبادل معاه اطراف الحديث والحركه وهذا ويقدر يعجبه وياخذ من عنده شي بياسه وغادا الامور وكل شيء عايش الى اخره راه خصنا نفكروا بهذا المنطق راه الصناعه التقليديه هي اللي تبحث عليها ذلك الاجنبي من اللي تيجي للمغرب راه ما تيقلبش على لي غروند سيرفاس راه ما تيقلبش على فين ياكل في ماركات عالميه لا راه تيقلب على الطاجين وتيقلب على 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 كسكسو وتيقلب على اتاي وتيقلب على هاد الامور هادي والناس اللي مشرفين على هاد الامور من اللي تبغي تبيع اتاي بيعوا بمسؤوليه الله يجازيك بخير بيعوا بمسؤولية وبيعوا بوطنية وملي تبغي تبيع البلغة بيع بوطنية وبمسؤولية أمام الله أولا ثم أمام الوطن يعني إذا كانت البلغة تدير عندك 60 درهم بيعها ب60 درهم مغربي ولا أجنبي لأن بجوج سياح هذاك سائح داخل والآخر خارج أجنبي فبيع لي ب60 درهم بعتي لي أنا مغربي ب60 درهم الأجنبي توا بيع لي ب60 درهم ماشي تبيع لي انا ب60 درهم والاجنبي تبيع لي ب150 درهم ولا 200 درهم ولا 300 درهم حشومه لان باش نشجعوا السياحه يجب انه كل شيء يكون مسؤول غادي نشري عندك زربيه ديال الصله منقوشه زوينه ب150 درهم يجي عندك الاجنبي يبيع لي ب150 درهم ما تقولش لي هاد الزربيه راه صلى عليها بنو تومرت
وتبيع عليه ب1500 درهم. إذا لابد أش أنه تكون مسؤولية في التعامل مع الكليان كيف ما بغى يكون، سائح كما بغى يكون، داخلي ولا أجنبي، تعامل معه بمسؤولية وبنفس المعيار بنفس المقياس. أنا نهار السبت ملي كنت في مراكش مشيت، هذه ضراتني في خاطري بزاف وقلت غادي نتكلم عليها في جامع لفنا، ومشيت عييت عييت لأنه كانت الخدمة خدمة وطلع ودخل هنا وطلع، عييت وكانت الشمس قاسحة شوية، بغيت نريح نتقوى نشرب كاس ديال الماء وقهوة. غادي طالع لا تيراس يبان لي راه لا تيراس، لا تيراس انا ملي جيت نشوف ديك القهوه فيها لا تيراس، فيها سياح اجانب مريحين في لا تيراس مريحين. انا غادي دخلت يلا طلعت الدرجه الاولى الثانيه وانا نسمع خويا عافاك خويا، وانا ندور واحد خدام في ديك القهوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي طالع لا تيراس، قلت لي ايه. قال لي راه انت راتي اي سيقو، راه انت جلس هنايا زعما لتحت على برا، انت جلس هنا راه الفوق غادي يسيقوه و ويكون ديرونجمون، انت جلس هنا حتى يسيقو ولا بغيتي تطلع طلع. قلت لي ياك. قال لي وديك الساعه راه ضربه شي 12 و4 ولا 12 ونص. قال لي راه حيت حلينا معطلين داكشي علاه. كنت بغيت نقول لي اوه يلا حليتو 12 و4، كاين شي قهوه في جامع الفنا تحل مع 12 و4 ولا 12 ونص، ماشي مشكل. قلت لي دابا منط. قال لي شنو؟ قلت لي اجي تشوف معايا. قال لي شنو؟ قلت لي لا تيراس راه تيرا سياح اجانب صاحبي مريحين تيشربوا قهوه. قال لي لا، وي بدا يفهم عليا شي فهمات، لا راه البروميير والدوزيام ولا تيراس والاخر وكاين ما قبل الاخر وهذا الاخر وغادي دو 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 دو. قلت لي مهم لا تيراس العلو راه هو فيه الناس مريحين، انت الا باغي تشرح لي قلت لي شي امور قول لي بحال هكا، هاد لي ديطاي اللي بديتي تقول دابا قولها من الاول. قول لي ها انت الا بغيتي تطلع اخويا لا تيراس راه البرومي نفهم، ماشي تقول لي لا لا تيراس غادي يسيقو. حتى ملي دخلت معاك في السجال عاد واش بديتي تتقسم ليا في لا تيراس؟ علاش؟ حيت مغربي شنو شنو عندك الهمزه، الهمزه هو الاجنبي يطلع والمغربي له. حتى انا راه جاي دار الطريق وتا انا راه سائح اجنبي رغم ان جابتني خدمه لمراكش، بغيت نرتاح. هاد النوع ديال التعامل خيب وخيب بزاف، تنقولها لاي واحد تيمارسو، وتنقولها شي مول الطاكسي ماشي كاع الطاكسيات، شي مول الطاكسي انت تتفكر بهاد الثقافه تنقول لك حشومه عليك. تتشير ليه ما يهزكش، انا طرات ليا تشير الطاكسي ما يهزكش، يزيد شويه جوج ديال السياح اجانب توقف ليهم يهزهم. علاش الهوته؟ شنو تتبان لك الهوته؟ اين هو الضمير يا اخي؟ واين هو المسؤوليه؟ وفين هو داك التعاقد اللي مع الله سبحانه وتعالى في الرزق؟ راه كاين تعاقد بلا ما نمشيو للدوله ولا، راه كاين تعاقد مع الله سبحانه وتعالى في كسب الرزق، كاين تعاقد روحاني مع الله صاحبي. حشومه هاد التصرفات ما خصهاش تبقى. انت تتعامل مع زبون في طاكسي غادي تركبو، كان اجنبي كان مغربي كيما بغى يكون، زبون ما ينطبق على المغربي ينطبق على الاجنبي، وما ينطبق على الاجنبي ينطبق على المغربي. هذه راه مسؤوليه عباد الله، هذه راه مسؤوليه نضابط معاها. علاش اصاحبي تقول لي لا تيراس؟ لا حيت بنت لك مغربي وهضرت معاك بالدارجه حرمتي عليا لا تيراس. علاش علاش؟ وتا انا غادي نطلع وغادي نشرب قهوه وغادي نخلصك فيها، كيفاش غادي تشجعني انا كسائح داخلي نبقى نجي لمراكش ولا كيفاش تشجعني؟ ولا نمشي ناخذ كاس زيلاتي ب 320 ريال كاس ماشي براد، كاس في قهوه عاديه جدا، ومشي يشرب كاس زيلاتي ب 320 ريال. 320 ريال الا ديت معايا اربعه الناس المدام وجوج وليدات وهذا غادي نحط 100 درهم. كيفاش غادي تسؤلين انهم ينضبطوا بها؟ وانت فين هو الانضباط مع المسؤوليه؟ علاش يا اخي؟ علاش؟ اين هو الاحترام؟ واين اخلاقيات المهنه التي تمارسها؟ اين؟ راه الا بغينا نشجعوا السياحه ونديروا السياحه، رافض من روافد المدخول المالي للدوله ورافض من روافد الدعم لميزانيه الدوله، راه ماشي بالهضره والشعارات، راه لا راه بخدمه على ارض الواقع، راه بخدمه
راه الناس راه تيمشيو حتى لاسطنبول وانقره وتيلقاو كلشي رخيص، تلقى المرخيص تلقى اتاي رخيص تلقى لوطير رخيص تلقى الترونسبور مزيان تلقى ما كاينش ما يغشكش مول الطاكسي ما يفرش عليك شي حاجه ما يقولش لك شي حاجه، داكشي اللي تيدار التركي تيدار المغربي الا مشى لاسطنبول. ها علاش الناس زادوا مزيان في السياحه ولاو تيدخلوا 34 مليون سائح في العام؟ ها علاش؟ ها علاش؟ شنو اللي كاين في تركيا وما عندناش في المغرب؟ شنو اللي كاين في اسبانيا وما كاينش في المغرب؟ شنو اللي كاين في تونس وما كاينش في المغرب؟ شنو المآثر التاريخيه تبارك الله موجوده فين ما مشيتي في كل حدب وصوب؟ الثقافه المغربيه ثقافه ضاربه في التاريخ وجميله ورائعه جدا، الكرم المغربي ما منو الجوج، البحر 3500 كيلومتر، الرمال والكتبان الرمليه في الجنوب ذهبيه يا سلام، الشلالات والمناظر الطبيعيه والاوديه يا سلام، فين كاين المشكل؟ في التعامل. نعود ونواصل معكم برلمان نشا مباشره على الشده، يلا 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36. نعود الارقام اللي حدا شي سيلو يقيد 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36. مرحبا بالجميع. يلا رشيد من تونات، السلام عليكم سي رشيد. وعليكم السلام ورحمة الله، كيداير سي الحسين؟ مرحبا مرحبا. الله يجازيك بخير سي الحسين. أولا كنشكر برنامج برلمان الشعب وطاقم شدا اف ام. العفو العفو خويا رشيد، مرحبا. الله يبارك فيك، الله يجازيك بخير. أنتم وقيلا أنتم اللي كانت واحد الطريق ما تنذكرش، طريق رئيسية رقم 8 ولا ولا 10 ولا طريق الجهوية رقم 510. رقم 510 عفوا. اي وكنتي قلتي لينا بان ديك الطريق راه بدات فيها الاشغال، فين وصلت الاشغال دابا؟ هذه الطريق الجهويه رقم 510 وكتربط ما بين بني وليد ومرنيسه. بني وليد ومرنيسه. هذا الطريق وصلت، كانت وصلت واحد الحاله كارثيه. ايه وكنتي شكيتي ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه في البرنامج. بالفعل الطريق كانت متوقفه فيها الاشغال لسنوات. نعم للسنوات هي الاشغال متوقفه، كل مره كتكون اعذار، ولكن من درنا تدخلات في البرنامج بفضل ديالكم بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. المسؤولين المحليين استجبوا للتدخلات ديالنا وفي واحد الوقت وجيز تعطات الانطلاقه لتوسيع واصلاح الطريق، مع العلم انها كانت فايت شنا من طرف العامل السابق. نعم وبدات فيها الاشغال بالفعل. بدات فيها الاشغال، هذه الطريقه هذه تخصصت لها واحد الميزانيه مهمه، واحد الميزانيه ديال 61 مليون ديال الدرهم. هذه الميزانيه بالنسبه للطريق غتكون فيها 7 متر ديال 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 العرض، الطريق دابا وسعت مزيان. وغيكون فيها الكودرون عالي، الكودرون غيكون بواحد الشكل ممتاز. جودة عالية. جودة عالية. شحال وصلت دابا؟ دابا الأشغال والصيانة شحال؟ أشغال من شهر 8 وهي كتنزل، دابا الأشغال غادا بشكل جيد. إذا قريب يسالوها، شحال فيها من كيلومتر؟ هذه فيها 30 كيلومتر. 30 كيلومتر. 30 كانت واحد الشكل كارثي، كان واحد المنهرجات خطيرة، هذوك المنهرجات وقعوا فيها بزاف ديال الحوادث ديال السير، يعني الطريق كانت بالنسبه للاصلاح حلم بالنسبه لساكنه المنطقه، يعني ما كانوش منتظرين الطريق تصلح. الحمد لله الحمد لله. ودشت من طرف العامل السابق الله يجازيه بخير، ولكن بقات الاشغال متوقفه. نعم. ومنين درنا بفضل الله وفضل برنامج شدا اف ام والتدخل ديالنا، الحمد لله الاشغال غادا بواحد الشكل جيد وممتاز الحمد لله. وساكنة مرنيسة والمناطق اللي تما كيشكروك، هذا واجب حنا اللي تتهمنا هو المصلحة العامة ومصلحة المواطن ومصلحة البلاد. الحمد لله. اذا طريق الاشغال غاده فيها الطريق الوطني 510 اللي تضربت ما بين بني وليد ومرنيسه بتونات 30 كيلومتر، بدات فيها الاشغال بعد الشكايات المتكرره في البرنامج. وانا باقي تنذكر بانه بعد ما وصلني الفيديو ووصلتني الصور تكلمت بحرقه شديده على الطريق هذه. انا ملي تيكون عندي الجيسيف بين يديا وما يثبت تنتكلم بحرقه
شديدة جدا، لأنه تتبقى هذه مصلحة بلاد وعباد، اللي رابح هو البلاد والعباد. تقاصح فما عندك شي واحد علاش يتقلق، لأننا تنغوتوا على البلاد، تنغوتوا على الوطن، تنغوتوا عباد الله على هاد الأرض، على هاد الجغرافيا اللي ماتوا عليها جدودنا. راه ما تنغوتوش على شي حاجة ديالنا، راه ما تنغوتش أنا على شي حاجة ديالي، ما تنغوش على 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 على, على داري بغيت تقاد، ولا ما عرفت على شي واحد يخلص لي الماء والضو، ولا شي واحد يصوب لي الطوموبيل، ولا شي واحد يصبغ لي الطوموبيل، ولا شي واحد يشري لي صالون ولا تلفاز. راه ما تنغوش انا على هذا الشيء، راه تنغوت على بلاد غادي يستافد منها مغربي، لا علاقه لي به، لا يجمعنا الا التاريخ والهويه. راه الشيء علاش نغوتوا؟ فرجاء انت واحد ما يتقلق الى غوتنا، راه ما والله العظيم الى الحرقه هي اللي تتغوت، والله العظيم الى الكبده هي اللي تتغوت. وغادي نقول لكم واحد القضيه دابا الله يسمح لي، الله يسمح لي من 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 الاسره ديالنا الصغيره، خاصه الزوجه والبنيه، وهذا راه دابا ولات اغلب الويكندات راه تنخرج على برا. قلت المدام صبري معنا، هذا زمن المسؤولية وزمن تحمل المسؤولية، وهذا زمن بناء البلاد، وحنا تنأديو داك الشيء اللي في المستطاع من خلال موقعنا كصحفيين وإعلاميين. أما ولينا السبت والحد كما تنريحوا في الدار، احنا في الفقيه بن صالح، احنا في مراكش، احنا في الخميسات، احنا في ازمور، احنا هنايا، احنا هنايا، احنا هنا، احنا في شيدريبه، احنا في كازا، احنا في النواصر. مهم تتمشي قدر المستطاع، ولا وقتنا ديال 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 المغاربه، ديال البلاد والعباد. والله العظيم الى هذاك الويكاند اللي غادي نرتاحوا فيه من 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 اسبوع ديال تماره، الى تمشيو تا هو تنضربوا فيه تماره، قليل فين تناخذوا شي ويكاند نريحوا فيه مع وليداتنا، قليل جدا قليل. فإلى غوتنا ولا شي حاجه، حتى واحد ما ياخذ الامور بحساسيه، عرفوا راه الكبده اللي تتكلم، راه حتى وليداتنا حرمناهم من الروبو على قبل هذه الكبده هذه. يلا الله يصوب. رشيد انا باقي تنذكرك انت تكلمتي على واحد الطريق فرعيه صغيره كاينه في شي دوار، وقلتي بانها مكرفصه ودايره العزله التامه، ذكرنا بديك الطريق. فعلا الطريق كاينه في منطقه مرنيسه، هاد الطريق هاد الدواور هما الوحيدين اللي ما عندهمش الطريق في منطقه مرنيسه. شنو هما الدواور؟ الدواور كاينين ثلاثه ديال الدواور، كاين الدوار كيقول لي بورحماق، ودوار بوشان، ودوار ركبه. هاد الدواور يعني حكمت عليهم الظروف، يعني ما توصلهمش السياره، هما الدواور الوحيدين اللي ما كتوصلهم السيارة. يعني دابا هي لومبيلونس ما توصلهمش؟ ما توصلهمش ابدا، يعني انسان ولا مرض يعني كيهبطوه بهذاك الشكل بدائي، انسان ما يوصلوه للفيلاج واحد 4 كيلومتر في واحد الحافات في واحد الجبال، يعني ما تخيلش هذيك الطريق كيفاش كيوصلوا المريض للفيلاج. يعني الانسان ولا كان مريض يوصلوه في يد الله وصافي، يقدر يوصل يقدر ما يوصلش، يعني واحد المشكل كبير. وراء 4 كيلومتر في الجبل، راه طريق هذيك فعلا، راه طريق، راه ساعة ولا جوج سوايع ديال الطريق تقدر دير. وهذه المعاناة واللي زاد هذه المعاناة وهو تحويل المصالح الإدارية والصحية من منطقة مرنسة إلى منطقة تمضيت بعدها لواحد المسافة ديال 25 كيلومتر. فقط ما كان المواطن يهبط للفيلاج يقضي المصالح ديالو الاداريه ولا الصحيه في ساعته ويرجع، دابا ولا كيقطع هذيك المسافه ديال 25 كيلومتر، كيهبط من الدوار حتى للفيلاج هذيك المعاناه الاولى، وعاد كيقلب مع انعدام تام لوسائل النقل. وسائل النقل ما كايناش باش يمشي يجيب ورقه ديال عقد الزياد ولا هذا، ما كاينش وسائل النقل، خصو يفيق بكري ويشد المويان دو ترونسبور باش يمشي يجيب هذيك الورقه لتمضيت. يعني دابا هاد ثلاثة دواور، بورحمه وبوشن والركبه، دابا هاد ثلاثة دواور ناهيك على الطريق اللي جات في الجبل ومكرفصه وما تدوش فيها الطوموبيل، يعني الا بغاو يهبطوا للمرنيسه خصو يهبطوا على رجليهم، ولكن فقط للتطبيب او التسوق. اما لا بغاو الوثائق الاداريه خاصهم من مرنيسه يمشيو لتمضيت. يعني ولاو خاصهم يقطعوا شحال؟ 26 كيلومتر. 25 كيلومتر، يعني مع انعدام تام لوسائل النقل. يعني فقط ما كان كيمشي ساعتين هكا ويرجع، دابا ولا خاصو النهار كامل يفيق مع الصباح بكري وما يرجع حتى
حتى العشية. لا إله إلا الله. واخا يعني واحد معاناة معاناة وهذا الترحيل ديال هاد المصالح أدى إلى تهميش هذوك ثلاثة ديال الدواوير. تهميش يعني مع البعد ديالهم الناس ولات كتعاني، تعاني الفقر، تعاني يعني بزاف، كتعاني بزاف ولاو من منعزلين. تتعاني الفقر ودابا زادها التهميش والإقصاء. التهميش والإقصاء. واخا شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا رشيد. شكرا. وكنشكرك بزاف وكنشكروا ابناء المنطقه الغيورين. شكرا لك رشيد من تونات. شكرا جزيلا. اذا رشيد تكلم على تونات وتكلم على الطريق الوطنيه 510 اللي تتربط ما بين بني وليد ومرنيسه 30 كيلومتر اللي كنا تكلمنا عليها وتكلم عليها هو هنايا مرارا وتكرارا في برلمان الشعب مكرفسه الى اخره، وتوصلنا بالفيديو وتوصلنا بالصور التي تثبت ذلك، وتوصلنا بالشكايه ديال عباد الله التي تثبت ذلك. والحمد لله استجاب من استجاب، ومشكور كل من استجاب، لا 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 العمل على مستوى العمل، لا 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 رئيس الجماعه، لا الجهه، لا الاقليم، كل من استجاب، كل من تحرك من اجلائه من اجل ولا الوزاره المعنيه تجهيز من اجل اصلاح الطريق الوطني 510 30 كيلومتر، لان طريق رئيسيه ورئيسيه جيد جدا تتربط ما بين جماعات، ماشي دواوير، جماعات ربما شي ثلاثه ولا اربعه الجماعات. ف بدات توسعات ولا 7 متر في العرض وتدير لها الكودرون. ورشيد يؤكد لنا بان الاشغال متقدمه جدا. بقات طريق اللي جات في الجبل اللي تتربط واحد ثلاثه ديال الدواور اللي تابعين للمرنيسه اللي هما دوار برحمه ودوار بوشن ودوار الركبه، دائما بعماله تونات مرنيسه. هاد الدواور هادو توصلنا بالصور والفيديو كذلك، بالفعل طوموبيل ما يمكنش تدوز في هاد الطريق. اذا مادام طوموبيل ما يمكنش تدوز في هاد الطريق، اذا اوتوماتيكمون محرومين من لومبيلونس، واي قافله ممكن دار طبيه محرومين منها، اي مساعده محرومين منها. اللي بغى شي حاجه خصو يهبط للمرنيسه يديها. اذا حشومه عيب وعار، ثلاثه ديال الدواور بورحمه بوشن الركبه في مرنيسه بتونات يبقاو عايشين هذه العزله هذه وهذا الاقصاء. تقاد الطريق، توسع لهم الطريق، واخا دار غير بيس، واخا دار اتوفنا، مهم يولي فيها السير والجولان، وبنادم تقضى ما قريب. لومبيلونس سيرتو لومبيلونس سيرتو لومبيلونس عباد الله، راه ما يمكنش تحكم انت على مواطن في مرنيسه تنتمي لبرحمه ولا بوشن ولا الركبه وتحكم عليه انه يهز مريض فوق ظهره ويهبط به 4 كيلومتر حتى المرنيسه. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه ما عندها حتى منطق، ما عندها حتى عذر. الله يصوب. ناخذ كريم من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم كريم. وعليكم السلام سيدي. مرحبا سي كريم. مرحبا اخويا، كنشكركم هذا اول شيء على البرنامج. العفو العفو. مرحبا. ومعكم اخويا عزوزي كريم، مصور صحفي في الجرائد الوطنية. يا عزوزي، سي عزوزي لاباس عليك. انا اخويا اللي كانوا داري صورهمني. اييه قريت شوارية. قريت عليك، قريت عليك بان وقعت لك واحد الحادثه ديال السير، عافاك الله وشفاك، والمؤمن مصاب عادي. الله يجعلها مغفرة للذنوب، الله يشافيك والله يعافيك عزوزي كريم، زميل مصور صحفي. تنقرا تنشوف تنشوف لا 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 في بعض المواقع تنشوف الابداعات ديالك، تنشوفها تبارك الله عليك، تنتمنى لك مسار موفق السي عزوزي كريم. وغريب ياك ما عندك شي مشكل باغي تشكي في برلمان الشعب استنجد. خويا الحسين. نعم خويا الحسين. نعم كنتمنى انكم تصنتوا ليا. مرحبا. وقبل بيتصنتوا لي انتوما كنتمنى على المسؤولين ديال هاد البلاد يتصنتوا لي. مرحبا كريم تفضل. عندي انا عايش دابا فواحد الحاله اللي هي يرتلها. مالك ياك لاباس؟ سقط الشونطي نهار في 7/11/2018 ضرب لي موتور صاحبي لادى بالفرار. فإذا به احنا عندنا كاميرا تما اللي شاده 11 جونفي ديال الياقوت. جاو الاسعاف هزوني داوني الصوفي. كنتفاجئوا ان السبيطار الصوفي كاينه لامبيلونس وما فيهاش البياصه صاحبي. غامروا معايا رجال الوقايه المدنيه، واخا ماشي من حقهم انهم يهزوني الموريزكو، داوني الموريزكو، ما كاينش بياصه صح لا حول ولا قوه. انا كنصور معاناه الناس ياك، كنحك نشوفها، ولكن دابا الان انا كنعيشها. بقيتش دابا انايا كنصور كصحفي، لا دابا انا عشتها، عشت المراره،
وصاحبي بالزز حتى فتحوا لي 11 يوم وانا في الهوبيطال رجلي تنفخات. واش 11 يوم عاد باش فتحوا لك ولا ما عرفت؟ حدا تقريبا 10 ايام باش وصلتني النوبه. ماشي مشكل. لا بلاتي عزوزي مشكل، بغينا نوقفوا على الامور. واش 10 ايام وانت مليوح في السبيطار؟ 10 ايام دي جوغ تقريبا 9 ايام، ما بين 9 ايام 10 ايام ما فتحوا لك، ما داروا لك حتى شي حاجه. كيجيو كيشوفوني يقول لك راه غتفتح، صبرت نديروا التحاليل تنديروا هذه بالنسبه للاطباء على راسي وعيني. على شحال انت دوزتي؟ شحال شنو عندك عفوا؟ شنو طرا لك؟ عندي جوج ديال الكسور في الرجل اليمنى. دوبل فراكتور. عملت الحديد اخويا، ودابا انا اللي كنطالب المديريه العامه للامن الوطني اللي في كازا كاينه كاميرا وغيفتحوها ليا، يقولوا لي الكاميرا شنو فيها؟ راه شداني على هذاك حقي. داك السيد اللي ضربك بالموتور اللي حدود الساعه باقي ما تشد، حدود الساعه باقي ما تشدش اخويا. وتخيلوا كان ضرب شي ولد شي مسؤول، اشنو غيوقع في البلاد؟ قيامه غتقيم حشومه. قال ولد مسؤول قاطع الشالطي ضربو طع 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 شديد دوزنا المحكمه. هو ملي تضرب صحفي او مصور صحفي؟ لا، واضعف الايمان. من حقي انني دابا من انا مضروب دابا، من حقي انني ندخل وناخذ العلاجات الاوليه ويشوف لي الطبيب ديالي. هذا حق الدستوري. ملي مشيت عندهم قالوا تخلص 7000 و500 درهم حقه. قلت لهم انا عندي الراميد. عندك الراميد؟ وقالوا لي خلص 7000. هو اليوروسي ديالها. قال لك لا سيدي جيب لنا الراميد، ما تجيبش لنا اليوروسي ديالها. وملي مشيت عند القياده قال لك الراميد باقي تعطل شهرين. واش انا رجلي خماج دابا؟ رجلي خماج دابا صاحبي، عندي في ابسي ونورمالمون دابا الطب خاصو على الاقل دابا تقريبا راه شافني جوج مرات نورمالمون. انا الطبيب ما شافنيش نهائيا، رجلي منفوخه دابا هي كيدوز من القيح صاحبي، القيح وما خلاوليش نشوف الطبيب. وهاد المندوبه هادي ديال الصحه علاش ما خلاوكش ولا بلاش يا بو الحسن؟ علاش مش ما خلاوكش ما بين الرميله؟ شنو كدير عندنا هاد المندوبه؟ لا اي حاجه نروح على وزير الصحه كريم. من روح وزير الصحه شوف المندوبه فين هي كريم. جيت وقف كريم، علاش ما خلاوكش تشوف الطبيب؟ ما عندكش الحق، عندك روسي ما عندكش البطاقه. واخا انت عندك روسي ديال البطاقات الراميد، ما عندكش حق ما تشوف طبيب ما والو. واخا والو. انت ما عندكش انت 500 درهم وانت ما عندكش فلوس باش تمشي للبريفي. وكون عندي ما بغيتش نمشي للبريفي انا، يا ان البريفي خدمته بوحده، خدمته بوحده وتا الفلوس نظن راه الامكانيات اللي راه ماشي ما بقاش الامكانيات الفلوس، بقات الخبره. لا ماشي الخبره، مادام عندك بطاقات الراميد وعندك الروسي ديال بطاقات الرميد، اذا الانسان ما تيدير بطاقات الرميد والا راه الوضعيه على قد الحال. راه على قد الحال، ما كنبيعوش الضمير ديالنا بالعربيه. كون بغيت نبيع الضمير ديالي راه هو البريفي ماشي تتبيع الضمير. فهمني يا كريم، راه الا مشيتي للبريفي ماشي تتبيع الضمير. لا ما فهمتينيش يا حسين، تكلمت على حوايج اخرى. انا تنهضر على الامكانيات. علاش دابا انا اش باغي نمشي ليك؟ هو لا. انه انت هاد الناس هادو مادام قالوا لك لا ما غاديش تشوف الطبيب، واصلا قالوا لك خلص 7000 ريال ورغم الروسي ديال بطاقه الرميد، يعني هاد الانسان هذا مادام دار بطاقه الرميد الا وراه ما عندوش، لان بطاقه الرميد تدار بواحد التقرير ديال السلطه المحليه اللي تتعطي الصلاحيه. فما يمكنش هاد الناس، هاد السيد هذا تخليه بحالك لا حقا ما عندكش بطاقه الرميد، ما يشوفوا طبيب ويخلي رجليه تخماج غدا ولا بعد غدا تقطع ليه ولا شي حاجه. يلا شكون يتحمل مسؤوليته دابا؟ راه الا وقعت لي شي حاجه رجلي غير يقولك الطبيب انا ما مسؤولش عليك، انك انت ما جيتيش عندي باش دير كونترول. انا ما مسؤولش عليك، انا باري منك. لا شكون اللي ما خلاكش دير الكونترول؟ شكون؟ الاداره الفاشله، الاداره المنعوله. لا 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 داعي. لا كريم كريم كريم، لا داعي اخويا للتجري عافاك. وصل الشكل، انا ما كنجرحش وانت الواقع عاش. لا ملي تتقول ملعونه وفاشله راه نوع من التجري عافاك ونوع من اعتذر عافاك. انت صحفي وعارف شنو خصو يدوز. انت صحفي ونعتذر نحن كذلك على المصادره منك، نعتذر للاداره. انا اعتذر بالاسم ديالي. نعم، اش من مستشفى قلت لي؟ 20 غشت هذا 20 غشت الرابعه.
مزيان. اذا نعتذر بالنيابه للاداره ديال 20 ولكن الاداره ما اعتذرتش ليا. انا مشيت راه لحقني. انا معاك دوز شكايتك دو واقع الحال دون تنقيصنا اخويا كريم. ماشي مشكل ماشي مشكل. مرحبا. كنعتذر على الانفعال ديالي. نعم. لانني بارك في الدار وتا واحد ما كيشوف فيا. الاصدقاء اللي جاو عندي اليوم ما جاوش عندي غدا. ابن العربيه اللي عطاني فلوس اليوم ما عطانيش فلوس غدا. الدوام هذا لا اله الا الله. اربع شهور ولا خمس شهور صاحبي هذه راه عندي جوج وليدات انايا. لا اله الا الله. واش بالقراءه وما يقراوش ما ياكلوا ما يشربوا. لا اله الا الله. عندي تريتات كنخلصها. شنو نفعتني الصحافه هذه؟ شنو نفعتني؟ شنو نفعتني؟ انا كنوصل عده رسائل ديال المواطنين كنسافروا نضربوا تماره الويل تحل بقيت تقاتلوا على البلاد هذه. ما كنبغوش الدل اللي يطيح عليها بلا عربيه تعربي. ما كنبغوش الناس يتشمتوا فينا. ما كنبغوش الناس يديروا فيديوهات ويبداو يسبوا البلاد. لا حنا كنحاربوهم. حنا كنحاربوهم. لا حنا مالكيين حقا ولكن عطوني حقي. قلبوا لي الكاميرا بغيت نشوفها. بغيت نعرف هذا اللي ضرب لي شكون. عندو شي واحد فرار. عندو شي واحد فرار شدوه. ماشي تضربوا المسؤول. عندو شي واحد فرار شدوه. وفي نفس الوقت عطيوني شهاده طبيه باش يمكن لي نمشي انا باش يمكن لي نمشي عند الطبيب ويمكن لي نمشي عند الكوميساريه ويديروا لي محضر. وانا لحد الان المحضر ديالي باقي ما درتوش. موقف على شهاده طبيه. ما بغاوش يخرجوش لي عقلي. ما بغاوش يعطوك شهاده طبيه. انا غنحتاج ذات الميلادي. انا غنخلي لهم هاد القومي يشلطوا فيهم كيما بغاو. شوف كريم حاول تضبط نفسك شويه. حاول تضبط نفسك كريم شويه. انت راه عبر الهواء وانت راه ولد ولد المهنه. انا عارف تنو البرنامج. نعم ايوا وين ضابطه. شهاده طبيه ما بغاوش يعطوها لك. والله ما خديتها اقسم بايات الرحمن ما خديتها. انت تقول لهم عطوني شهاده 30 يوم صاحبي 30 يوم الحسني. انت تقول لهم عطوني شهاده طبيه وانت عندك كسر ودرتي عمليه جراحيه. وقال لك جي خلص لي ناس 75,000 ريال. 75,000 ريال. ديالاش 75؟ ما بين 150 حتى 175. ولا بغيتي تعطي التليفون ديالي عبر الهواء دابا نعطيه. واللي قال شي حاجه عيط ليا وجي عندي. دابا انا موجود. لا 75,000 ريال ديالاش؟ 175,000 ريال ديالاش؟ قال لك فيهاش فيها الحديد فيها العمليه فيها. قال لك السبيطار 75 فرانك الليله. هذا 20 غشت. 20 غشت 75 فرانك الليله. 15,000 ريال باش يعرفوا المغاربه. وهذاك الروسي ديال الرميد ما قبلوهش لك. ما قبلوش. الجامع هو كاين. زوروا دابا نجيبوا لكم شي عبد الكريم الخطابي ديالكم وتشوفوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا انت دابا انت بالفعل المندوبه هي تنوب عن وزير الصحه. اللي كنسميها دابا انا كشفه مباشره. المندوبه تنوب عن وزاره الصحه هي ممثله عن بالفعل ملي تنديروا ديك المديريات الفرعيه والاقليميه والجهويه فهرا تنديروها باش نوبوا على الوزير محليا. هذا هو ما كيناش. هذا هو واخا. قول لي يا كريم دابا انت لا 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 على المستوى الامني باقي ما درتي لا رابور ديالك. باقي ما شدوش هذاك اللي ضربك. باقي ما شدوش هذاك اللي ضربك. انت هو انت تطالبوا. انت عنده صندوقه بيضاء. انت طالب انت طالب بلا ما نسمي شركات. بلاش شي تيقول لك ديال الدواء شي تيقول لك ديال البيتزا. هو واحد اش تيقول هو الموتور حاضرين وشاهدين وحاطين لي كارت ناسيونال ديالهم. الموتور عنده من وسط 1000 واحد. الموتور عنده ماتريكيلا كريم. بيان سير عنده ماتريكيلا عنده صندوق. اذا لا كانت كاميرا وجابوا الماتريكيلا راه غادي يعرفوا الشركه. غادي يعرفوا عباد الله راه الكاميرا كاينه. راه ملي كتوقع شي فوضى تما ديال الطاكسيات كتلقى الامن هو الاول حاضر. واخا حيت الكاميرا خدامه. عزوزي كريم عزوزي كريم تنتمناو. اذا انت لا على المستوى الامني ما بقى ما درتيش الرابور ديالك لانك واقف على الشهاده الطبيه وشهاده الطبيه ما بغاوش يعطوها لك في 20 غش والروسي ديال الرميد ما نفعكش. لا على المستوى الامني باقي ما تعتقش هذاك اللي ضربك هو في حاله فرار. انت عندك دوبل فراكتير. شنو حاله فرار خويا؟ انت عندك دوبل فراكتير في رجلك وبدات تتعفن لك. الكونترول ديال الطبيب تمنعتي منه لان الروسي قالوا لك هذا ما خدامش سير جيب لينا بطاقه الرماد. مشيت عندك باقي ما درناش. مشيت لبطاقه الرميد عند العون السلطه قال لك راه باقي ما تخرجش دابا ياك باقي. واخا عزوزي كريم
صحفي زميل مصور، ولكن ماشي غير كصحفي، كناخذوه كصحفي وكمواطن. اي مواطن كان صحفيا او كما بغى يكون له الحق في الولوج الى العلاجات. وانا اقول قلتها فيما سبق، رجاء الى كين كيفاش الوزاره الوصيه، الى كين كيفاش تشوفوا انه يمكن التعامل بالروسي، عافاكم تعاملوا بالروسي. راه كاين اللي تتبقى ليه البطاقه باش تخرج ليه شهرين، واش ديك شهرين يموت فيها؟ بحال دابا عزوزي كريم ما عندوش باش يمشي للبريفي، يكون عنده غادي يعطيكم 175 الف ريال، ما عندوش باش يمشي للبريفي. باش ما تظنوش بان الصحفيين راه تيعيشوا الكمال، راه حتى حنا راه تنتقاتلوا في الحياه، راه قاتلين من اجل المهنه واخلاقيه المهنه والضمير المهني. المهم على اي ما عندوش باش يمشي للبريفي، عنده الروسي ديال بطاقه الرميد. هذاك الروسي ديال بطاقه ما الرميد تعطيه الدوله، ما تعطيه شي واحد اخر، تعطيه الدوله، تعطيه المؤسسه، ماشي مشى طبعوه داروا في سكانير وجابوا، لا تعطاته ليه الدوله، ومبني على تقرير ديال عون السلطه والى اخره والقيد. فهذاك انا اتمنى من الوزاره انها تشوف في اطار الحكامه وتحقيق الحكامه في بطاقه الرميد، يبدا يتقبل الروسي تتخرج بطاقه الرميد. هو دابا عزوزي كريم ممكن تخماج لي رجلو، وممكن تعفن، وممكن تقطع. علاش؟ حيت عنده غير الروسي ديال بطاقه الرميد. الله يسامحه. والدستور فصل كبير وجمله عريضه تقول لك بان الولوج للمواطن الحق في الولوج الى العلاجات. الدستور هذا اللي هو اسمى قانون، اسمى من ذاك الروسي كاع ديال بطاقه الرميد. الله يصاوب خويا عزوزي كريم بالدار البيضاء. 20 غوش الى شتو راسكم كاداره مضرين من الكلام ديال كريم، فمرحبا بالتعقيب والرد. حان وقت التوديع، نقول لكم بالسلام عليكم، نلقاكم غدا ان شاء الله في نفس التوقيت دائما على شلها. الى اللقاء. على شدي الثامن.